فعلا يعني نبيلة، من بعد ما خلصنا الرسالة اللي هون بتعلبية توجهنا للنزول باتجاه بيروت، ولكن عدد من الشبان يقومون بحاجز عند نقطة جلالة قبل شطورة. هؤلاء الأشخاص يقومون بتفتيش السيارات وبما يتعلق ب يعني كل واحد بالمرور على الهوية، إذا فينا نقول اشعوا جيب الام تي في، ويبدو منه مناصرين حركة أمل، وبالتالي قاموا بالاعتداء على فريق الام تي في بضرب فريق الام تي في، سرقة السلولار الهاتف اللي تابع لفرناندو حويك المصور، وتكسير السيارة مثل ما عم بتشوفوا بهيدي اللحظة. هيدي السيارة سيارة الام تي في، هيدي كلها مكسرة، طلعوا عليها كلها للسيارة. خلينا نفرجي بس من جوا كيف هالهمجية اللي هن موجودين عم يشتغلوا على اساسها، وعرفونا نحن فريق الام تي في، وعرفونا نحن صحفيه موجودين، وبالتالي تم تكسير كل السياره، يعني ما في شيء بقى بالسياره. اذا بتطلعوا ما في شيء نهائيا بالسياره، كلها تم تكسيرها عن بكره ابيها. واذا بنشوف الاضرار اللي هي موجوده، كمان المرايه ما في ازاز هون بقى، كمان من ميله جوا هيدا الازاز الادماني. اذا بتشوفوا كمان كيف هالهجوم الكبير اللي صار على فريق الام تي في، هيدي السياره كمان من قدام، وبالتالي ما قدرنا نحن نكمل نزول واجبرونا على التراجع. نحن هلا يعني وصلنا تراجعنا لميله تعلبيه سعد نايل، من بعد ما اجبرونا على التراجع، ومن بعد ما عربشوا على كل السياره، يعني طلعوا لفوق ما بتعرفي منين عم تيجي الضربه، كانت من فوق من تحت من السقف من على اليمين على الشمال على البواب. اذا بتتفضل فرناندو بس هالازاز اللي موجود كله، كل السياره تكسرت بشكل كبير جدا، وسط وابل من الشتائم والضرب وغيره من الامور. اذا الأغرب من هيدا الشيء أنه عدد من مخابرات الجيش كانوا موجودين هناك وعم يتفرجوا، عم بتم الاعتداء على فريق الام تي في. هل يا رئيس الحكومة وهل يا قائد الجيش، هل هذا الشيء مقبول؟ تم الاعتداء على فريق صحافي عم بيقدم مهمته موجودين، هل هيدا الشيء أنتم قبلانين فيه؟ هل بنقبل بعلم القوى الأمنية أنه موجود ناس على الهوية عم بمرقوا السيارات إذا بيمرقوا أو ما بيمرقوا؟ هل هالشي مقبول يا فخامة الرئيس، يا دولة الرئيس، يا دولة الرئيس؟ بس نحن ما نسأل، نحن قاعدين بغابة أو شو؟ ما فهمنا نحن شو غلطتنا نحن، إنه مرقين من المنطقة، يعني مرقنا من المنطقة تم الاعتداء علينا؟ لأن صحفية، لأن حاطين كفنا على إيدنا وعم نمشي وعم نروح نغطي وعم نواكب كل الأحداث اللي عم تصير من دون أي تمييز بين مين مكان؟ هيدا هو جزاتنا. هل هالشي مقبول؟ ما بعرف. هيدا برسم القوى الأمنية وقيادة الجيش، يتفضلوا يروحوا يكمشوا كل اللي كانوا هناك موجودين واللي اعتدوا علينا، لأن هيدا الشيء مش مقبول. نعم. إذا صرنا نحن بعصر الغابة قالوا لنا نخلي، يعني أهم شيء سلامتكم، أهم شيء إنه ما حدا من الفريق صار له شيء، و شو بنقول؟ الحمد لله على السلامة.